طبعاً المسابقة هنا هوت كدعم للأطفال شيء جميل، إن هم محتاجين، عندهم البداية، يعني عندهم الإحساس الفني، عندهم شخصية كويسة، عندهم يعني خط جميل في الحركة، في كل شيء، بس هم المشكلة هم عايزين حد ينمي عندهم الموهبة ديت ويطورها. مرق عنا كتير تلاميذ ممتازين في مستويات على مستويات جماعية، فأنا بتمنى لهم من بعد ما إذا قبلوا ومن بعد هيدا السنة أنه نشوفهم يوما ما أسميهم مشهورين بالإمارات وبالعالم كله.